استاذ فتحي ده ابويا جاي ابويا استاذ فتحي بجد جاي في السكه ربنا يخليك ليه يا استاذ فتحي وليه مستقبل مش عايز اقول لكم ربنا يخليك ليه يا استاذ هو انا هو كان بيعمل معايا حاجه اسمها كاميرا خفيه بس مش عايز اقول لكم مسرحيه فيلا لبيب ايوه نور الدنيا يا ابو سيد جاي من بورسعيد ولا جاي من القاهره هنا لا من القاهره استقرينا خلاص نقدر نقول غير لكن شغل والدي في بورسعيد حلو زعيم النوش نقدر نقول انت السنه دي خلاص اسلم لي يا استاذ احمد اسلم لي اسلم لي كنت متوقع كل اللي يحصل ان ما شاء الله الناس كلها تعرفك انك تقلب الدنيا بالطريقه دي الصراحه لا انا كنت سايبها على ربنا سبحان الله تعالى الحمد لله الحمد لله انت المثال الحقيقي الفكرة لكل مجتهد نصيب طبعا طبعا اصل دي حقيقه طول ما انت بتجتهد وبتشتغل على نفسك وبتسعى ربنا هيزيدك لو ما سعكش في حته هيسعك في حته تانية دي حقيقه بس انت كنت مركز على حته واحده برضه كنت مركز على التمثيل من الاول دي حقيقه ما بص طالما انا بس انا سعيد في كذا حاجه سعيد في كذا مسلسل في كذا فيلم وسبحان الله ربنا اراد ان انا ابقى في مسلسل في رمضان وكنت بسعى في اعلانات حاجات بسيطه فربنا رزقني بحاجه احسن فاهم فكرة الشخصية اللي انت قدمتها دي انا متأكد ان لحد النهاردة محدش قادر يفصل ما بينك وما بينه ما بين ميكا فكل الناس بتقولك يا ميكا طبعا ايوه دي حقيقة الناس مفكرة اللي ساب بيتكلم زي ميكا وانا بتكلم عادي اهو والله بس ما حد بيقابلك مثلا عايز يعمل ماك فيديو لا يتكلم يا ميكا وعايز ميكا هو اللي يبقى معايا طبعا انا الصراحة ما بحبش اقول لحد لا الواد ده جامد قوي اسلام يا استاذ فتحي المصحف الشريف استاذ فتحي ده ابويا جاي ابويا استاذ فتحي بجد ده جاي في السكة ربنا يخليك ليه يا استاذ فتحي وليه مستقبل مش عايز اقول لكم ربنا يخليك ليه يا استاذ هو انا هو كان بيعمل معايا حاجة اسمها كاميرا خفية بس مش عايز اقول لكم مسرحية فيلا لبيب ايوه وفيلا لبيب مهمة فيلا لبيب ايوه يعني عمل معانا كذا حاجة جميلة جميلة ان شاء الله وبكرة فكرت انت الوسط الفني حبك يعني بتشوف كده استاذ فتحي انا اشتغلت معاه كذا حاجة يعني فبتتعلم منه كان بيقعد يديني برضه ملحوظات كده الحمد لله يعني الحمد لله مين تاني اداك ملحوظات وابتدى يعلمك الاكتنج كوتش اللي معايا استاذ رأفت البيومي ده بالنسبه لي الاب الروحي عشان ده اللي بجد فادني في الميديا عموما سواء سينما او تلفزيون استاذ فتحي مسرح هو الاستاذ احمد سمير واستاذ محمد مبروك والاستاذ اوسكار واستاذ مصطفى حزيم بتاع البانتومايم فاهمني فدي اساتذه انا اتعلمت منها مسرح كتير الحمد لله يعني انت جاي تتعلم الشغلانه على اصولها انت مسرح وبانتوماي يعني مش زي ابتديتها من المسرح ابتديتها من مسرح الكليه حلو جدا فالحمد لله حاسس ان انت بعد ما حطيت رجلك الموضوع بقى اصعب ولا اسهل لا اصعب طبعا اصعب الحمد لله الحمد لله يعني ربنا رضاني بالميكا عمل مره واحده بوم كده فهي دي ما بتجيش غير كل فين وفين فالكاركتر التاني اللي انت هتلعبه او الشغل التاني اللي انت هتخشه لازم تبقى مستعد جدا وما تختارش اي ورق ما تختارش اي حاجه وخلاص طالما ميكا عمل بوم لازم الكاركتر اللي بعده يعمل بوم زيه او يعديه فاهمني ما ينفعش ينزل بس انت لازم هيبقى لك دايما لغه حوار مختلفه في اي عمل ليك حتى لو بره ميكا انا نفسي اعمل حاجه بره ميكا نفسي عشان الناس تصدق لا يا جماعه الراجل ده بيمثل الراجل ده ممثل مش ميكا انا نفسي اعمل حاجه والحمد لله يعني في حاجه شغاله عليها فيها مشاعر فيها حاجات حلوه ان شاء الله تجربتك مع تامر حسني ولا حاجه ان شاء الله اكلنا بقى الموضوع ما ينفعش احنا لسه ما بدناش تصوير فالحمد لله يعني الكاركتر في شويه من ميكا لا بس في مشاعر فيها حسيس في حب في حاله في انت بتخش في حاجات حلوه بس في شويه من ميكا ولا هو ميكا بس بيعيش حالات مختلفه لا 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 هو غير ميكا هو في حاجات بس صغيره من ميكا بس لكن في نقلات بقى للشخصيه في حاجات فيه بيطور نفسه في اتيتيود الكلام عشان خاطر حد فاهمني في حاجات حلوه لو لقيت نفسك زي محمد سعد مش قادر تخرج هو مش قادر يخرج من الليمبي هو من انه لازم يعمل كاركتر هتلاقي نفسك عندك اعتراض مثلا او عندك منع تعيش بكاركتر طول الوقت بص حضرتك استاذ محمد سعد ممثل تقيل جدا 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 ده اول حاجه هو عمل الليمبي كتير وعمل الحاجات دي بس احنا انا كسيد انا من صغري انا بعشق حاجه اسمها محمد سعد بحب اتفرج عليه الكنز انا كنت بشوفه كذا مره بسبب الاستاذ محمد سعد الراجل ده عنده كتير الراجل عنده كتير قوي الراجل ده عنده كتير جدا بامانه الراجل ده انا بعشقه هو مثلي الاعلى بجد الراجل ده غير بقى الاستاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه هو الاستاذ نور الشريف الاثنين دول مدرستين مختلفين انا بتعلم منهم لكن محمد سعد لا ده كوميديان عظيم بامانه ويعني يا رب ربنا يرزقه بحاجه مختلف عن هو اللي بيعملها عشان انا عارف الممثل ده عامل ازاي كويس